مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 91.5 95.2 105.6. طريق السلامة الكل للي يسمعوا فينا زادة فكرة هبهم ونسلموا عليهم ونسلموا زادة على يسمعوا فينا في ديارهم ولا وين يوصلنا يوصلكم عفوا صوتنا وموجات إذاعة كابا فيم. حكاية الناس مازالت متواصلة حتى المطلثة اليوم. نحكي على صغيرات السنة الأولى، كيفاش تعاملتوا معهم بعد الامتحانات، كيفاش كانت التجربة. الصغيرات هذوما مازالوا صغيرين مش فاهمين شو معناتها قرايه، وش معناتها امتحان، وش معناتها تقييم، وش معناتها عدد. كذلك فما زادك الصغيرات اللي يعانيوا بعض الصعوبات في حاجة إنهم مساحة للحركة للنشاط باش يلعبوا. اليوم يلقوا رواحهم في ليلة وضحاها تحت ضغط كبير، وضغط الأولياء، ضغط البرنامج التربوي، البرامج الدراسية اللي بالحق متعبة وأصبحت للتلميذ والولي وكذلك المدرس التونسي. كيفاش كانت التجربة وكيفاش عشتوا مع صغيراتكم هذوما وتعاملتوا معهم، خاصة أنه إحنا الأولياء ياسر نركزوا على التحصيل على الأعداد، التحصيل العلمي لوجوا على الأعداد أكثر من أنه لوجوا على صغيراتنا على نفسيتهم. اليوم حاضر معنا عبر الهاتف السيد كمال الميساوي رئيس الائتلاف التربوي التونسي، بيزيد يحكي لنا أكثر تفاصيل حول كيفية أنه كيفاش نتعاملوا مع الصغيرات هذوما، كيفاش نتقبلوهم حتى لو كان جابوا أعداد خايب ونفهموهم ونستوعبوهم. ألو عسامة سي كمال. مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي مستمعات إذاعة كابا فام. يعيشك وانت زيتا، مرحبا بك وشكرا على قبولك دعوتنا لليوم. اليوم كما كنت تسمع نحكيه على صغيرات السنة الأولى اللي من التحضيري بدا الضغط كما نقولوا، حتى التحضيري زاد راهو ماهوش كما نقولوا فضاء للعب فقط، انما زاد قاعدين يقراو وقاعد فما ضغط كبير عليهم من التحضيري للسنه الاولى. يلقاو رواحهم قدام مسؤوليه نتاع عدد، مسؤوليه نتاع قدام والديهم، قدام الاولياء، قدام المعلمين، وقدام صحابهم، مطالب باش انه ينجح وباش انه يجيب عدد متميز. شكرا لك. والله المسألة في غاية من الأهمية، خاطر صغيراتنا حتى في التعليم ما قبل المدرسي ونقصد سنوات التحضيري ولا في الروزة يتعرضوا إلى هرسلة، للأمانة هرسلة كبيرة من قبل الأولياء، من قبلنا احنا كأولياء، لأنه مسألة التقييم الجزائي في هذا السن هي مسألة غير مطروحة أصلا في مسألة ما قبل المدرسي. الطفل يعني نورمالمون شدوه للمدرسة، الفضاء اللي موجود فيه الفضاء لازم يكون جاذب. الطفل مازال صغير، مازال يحب يلعب، مازال يحب يتعرف على الفضاء. ونحن في السن هذيك هيا اكتب حرف يا اندرا قداش مرة، اكتب اندرا، وفي الدار كي يروح ما يكتبش بالكدا ربما نوصلوا حتى الى عقابه. وهذا نعتبروه يعني هرسلة للصغيرات، لانهم في السن هذيك مازال ما عندهمش وعي بالتقييم الجزائي. بالضبط، لانه التقييم الجزائي نورمالمون يجي في فترة متقدمة من العمر. وقت الطفل ينضج مثلا نورمالمون في، والله حتى في السنه الاولى والثانيه والثالثه التقييم الجزائي نورمالمون، خاصه زاد سي كمال اسناد العدد وتقييم الصغير وتقييم مجهوده بكل عدد هذاك، ومعناتها والعدد هذاك حسب ان كان حسب المجهود نتاعو، حسب فهمه فك اللحظه هذيك، يعني ماهوش تقييم لما ما تم اكتسابه في المرحله الدراسيه، يولي ضغط كبير عليه. تسمحي اختي، العائله اصبحت مسكونه بالعدد. العائله التونسيه مسكونه بالتقييم الجزائي ومسكونه بالعدد، قداش مش يتحصر. وحتى لاحظي انه كي يروح صغير يقول راني خذيت عدد قداه هذا، وشكون خذا احسن عدد؟ وقداش المقارنه وعلاش ما خذيتش احسن عدد؟ يعني تقريبا نحن نحطوا ابنائنا في حاله من الضغط، خاصه نحن نحكوا على صغيرات السنه الاولى ابتدائي. السنه الاولى ابتدائي راه مازال يحب يلعب، مازال يحب يتعرف على الفضاء، مازال يحب يستانس بهذا الفضاء، ونحن ديريكت ندخلوا به الى تقييم جزائي. التقييم هذايا هو ما عندوش حتى وعي به، ماهوش ناضج باش يتقبلوا. وكان نشوفوا في التجارب المقارنه في الدول المتقدمه ما فماش تقييم جزائي في المرحله هذه من العمر، لانه الطفل مازال ما عندوش وعي. ولاحظي انه حتى التقييم اذا كان قيموه في السنه الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه ما يكونش بالعدد، يكون بالحروف. تقييم او حتى معناتها
ما عندوش. وانت مثلا تشوفي في البلدان الاسكندنافيه ولا في اليابان ولا في الدول المتقدمه واللي عندها صيت في مستوى التعليم والتربيه، ما يقيموش في السن هذاك في المرحله هذيك وحتى في المرحله المتقدمه شويه، ما يقيموش بالاعداد بقدر ما يقيموا بالحروف، لانه الطفل مازال ما عندوش في وعيه وفي ذهنه وعي بمساله العدد. إيه انا اش نحكي لك طرفه متعديه، معناتها في قدام مدرسه وصغير يحكي هو امه وتقول له نحبك نجيب 19 حاب نجيب 20، هو يقول لك وين نجيب 100، يعني هو مازال مش فاهم. لانه هو ما عندوش وعي، يعني باش تفهم ادي الصغير كي نجيب 100 يعني تفرح بيا كي نجيب 100 اكبر عدد ربما وصل له بمخه وهو 100%. يعني شوف الهوس نتاع الاعداد والنتائج بالنسبه للصغار كيفاش. نحن راهو انسلطوا في ضغط على ابنائنا للامانه، نكونوا صريحين، ولت عنا هاجس التميز. يعني معناش هز بناء طفل، بناء يعني شخصية سوية، بناء تكويني كيفاش باش يتكون في مجال العلوم، في مجال اللغات، في مجال الرياضة، ما عندناش. ولا الهاجس الوحيد عندنا هو قديش باش ياخذ، مش ماذا استوعب بالضبط، كم العدد الذي سيتحصل عليه. لذلك في بعض الأحيان نوصلوا لهم لبعض المواد لأننا نعتبروا أن الضوارب نتاعها قليلة، وبالتالي ندخلوا في تقييم المواد حسب الضرب نتاعها وهذا مخطر لأنه مش يخلق فجوة في ذهن التلميذ، لأنه يعني التلميذ باش كونه من الأساس يلزم يكون متكون على الأقل في ثلاثة مجالات، في المجال الذهني في المجال العلوم، في المجال الثاني هو المجال الإنسانيات والوجدانيات، وفي المجال الجسدي الرياضة إلى غير ذلك. اليوم أنتم سي كمال ما يهمناش، يهمنا يكون باهي بالحساب، باهي بالقراءة لأنه الضرب نتاعها كبير، وفي مرحلة متقدمة باهي في اللغة الأجنبية لأنه الضرب نتاعها كبير، وما يهمناش في تكوينه كيفاش باش يتكون. وساعات نهملوا كما قلت لك مواد اللي تبني له وجدانيته، تبني له ثقافته على حقوق الإنسان كما التربية المدنية، كما يعني ثم حوايج نبنوها فيه. نحن لا، بالنسبة لنا التقييم الرئيسي والأساسي هو التقييم، قديش خذيت، التقييم بالعدد والتقييم نسموه في التقييم الجزائي، لأنه ثم زوز أنواع من التقييمات. ثم التقويم التكويني اللي من خلاله نحن نعمل بعض التمارين باش نشوفوا مدى تمكن التلميذ من المادة اللي قاعد المادة المعرفية اللي قاعد يتحصل عليها. وثم التقييم الجزائي اللي مش نجازوه به في ارتقاء من مرحلة تعليمية لمرحلة تعليمية أخرى. نحن التلميذ من يدخل في الابتدائي ونحن نبدأ نحاسبه فيه كيفاش باش يوصل في الثلاثي وقديش باش ياخذ اعداد، وهذا بالطبيعه ساعات يوصل التلميذ يتنفر، وساعات تولي عنده عقده من العدد ومن الهرس هذه اللي سلطوا عليه. اليوم انتم كائتلاف سي كمال، انتم كائتلاف التربوي التونسي، وكنتوا كان قد دعيتوا في التقرير نتاعكم حول اصلاح المنظومه التربويه، معناتها اليوم ما خزرتوش معناتها بعين الاعتبار لك الصغيرات نتاع السنه الاولى هذوكم اللي هما بالحق السنه الاولى ما يلزمش فيها امتحانات، ما يلزمش فيها تقييمات، الصغير مازال باش يستوعب، باش معناتها ربما حتى في الثلاثي الثالث ندمجوا شويه الامتحانات، لانه مازال دوبك حط ساقيه على سلم التعليم، مازال مش فاهم حتى شمعت، فما صغيرات يروحوا كراسيتهم هما مش كاتبين دروسهم، مش منقلين من السبوره، فما اللي ما ينجمش يقعد من كثره فرط الحركه في كرسي، معناتها هذوما كل خليتوهمش بعين الاعتبار. نحن في قلنا انه المنظومه التربويه زي سواء في مستوى البرامج، سواء في مستوى المناهج، سواء في مستوى التقييم، هي في حاجة إلى الإصلاح والمراجعة. منظومتنا توا اللي نتعاملوا بها في حاجة إلى التطوير. التطوير منين يكون؟ يكون بدراسات ميدانية ودراسات من أهل الاختصاص. مثلا لا يوصى بأنه تلميذ كما تفضلت سيادتك، لا يوصى بأنه تلميذ في السنة الأولى نعملوا له تقييم، لأنه هو مازال يتحسس في التعامل مع هذا الفضاء الجديد الذي وجد فيه. لابد انه اول حاجه نعملوها انه هذا التلميذ يستانس بالفضاء، خرج من فضاء الاسره، من فضاء الدار الى فضاء جديد، لابد انه يستانس به، وهذا يتطلب مجهود كبير. ما نجيش في سنه اولى مسكين تلميذ وبعد ما يقرا شهر ولا شهرين ونبدا له في امتحانات وندخل له هاجس الامتحانات، لا وشاطر الراي معاك
أنه لابد أن تؤجل حكاية الامتحانات ولا تبدأ بطريقة تدريجية مثلا مع آخر السنة الأولى بداية السنة الثانية ولا حتى السنة الأولى. ليش نعملوا له في التقييم؟ ليش ما يكونش ثم ارتقاء عادي فقط ناقفوا على بعض شكون التلامذة اللي عندهم صعوبات وكيفاش باش نعالجوهم؟ بالضبط هذا هو كيفاش نعالجوهم باش ينجموا نشوفوا الصعوبات اللي يمروا بها التلامذة زوكم كيفاش نعملوا لهم طريقة لعلاج تلك الصعوبات وتجاوزها باش كي نعدى إلى مرحلة ثانية اللي هي مرحلة مثلا السنة الثانية نبدأ عملنا تقييم ماهوش تقييم الجزائي بل تقييم لمكتسبات تلامذة. هل أنا تلامذة تمكنوا من هذه المكتسبات من غير أم لا؟ تمكنوا من هذه المكتسبات خاصة أن الصعوبات هذه تظهر من بعد خاصة في المواد الأخرى في العلوم في اللغات تظهر من بعد في السنوات الأخرى وما عادش ينجم الصغير الولي حتى أنه باش يحسن الصغير يولي يجري وراك التحصيل العلمي وراك العدد ويولي ما عادش ينجم يخدم على قدرات ومهارات صغير وباش يطورهم باش يحسنهم وباش يعالج بعض الصعوبات. نحن مشكلة عندنا مشكلة ما الهاجس نتاعنا ماهوش تحصيل العلمي الهاجس نتاعنا التحصيل العددي لأنه لو كان نركزوا على التحصيل العلمي راهو مش نجموا ناقفوا نعملوا لحظة تقييمية نشوفوا فيها التلامذة وين وصلوا في مستوى التحصيل المعرفي هل تمكنوا من المهارات التي يجب أن يتمكنوا منها مثلا في المرحلة هذيك باش نمروا للمرحلة الأخرى والصغيرات اللي عندهم صعوبات نشوفوا كيفاش نعالجوها. أما كي نعمل له تقييم جزائي تخيلي مسكين طفل في السنة الأولى يعيد السنة الأولى كارثة نفسيا كارثة يعني كأني مش تعمل له عملية مش تحطمه لأنه هو ما مازال ما عندوش وعي نتاع التجاوز من مرحلة إلى مرحلة ومن سنة إلى سنة ونحن أكيد مادام ما نجمش يكتسب جملة من المهارات اللي تخليه تعدل سنة ثانية لو سمى إشكال الإشكال زي نعالجوه والتلميذ متعدي ما نعالجوش والتلميذ قاعد في نفس المرحلة هذا التصور وأكيد أنه ثم عديد كان نشوفه كما قلت لك تجارب الدول الأخرى تجارب الدول المتطورة وكيفاش عملت في مستوى تقييم التلاميذ تو أكيد باش نوصلوا إلى تجاوز هذه المراحل والإصلاح التربوي يعمل فيه تو الاتحاد العام التونسي للشغل بشراكة مع وزارة التربية وأكيد أنه زملائنا في نقابة التعليم الأساسي متفطنين لهذا وأكيد رم خدموا يعني خذوا بعين الاعتبار تلاميذة السنة الأولى وكذلك في أنه ما يجيش نحسنوا منظومة تربوية وما نبدأوا السلم من الفوق نبزمنا نبدأوه من الأول ساعة يلزنا من الفكرة يلزنا التقييم الجزائي إلى الانقطاع المبكر عن الدراسة صحيح وهذايا يعني اشكال كبير نعانوا منه في تونس توا في الانقطاع المبكر خاصه في السنه السابعه والسنه الاولى السنه السابعه الاساسي والسنه الاولى الثانوي هو الانقطاع نتيجه هذا التقييم الجزائي وراو عندنا لازمنا نعترفوا اللي عندنا مشاكل وانقطاع في السنوات الابتدائي وهذا كله من اسبابه مانيش نقول السبب الرئيسي من اسبابه هو هذا التقييم الجزائي بالضبط. خاصه ونحن نتعاملوا مع فئه هشه مع اطفال هشين ثم يعني يعيشوا هشاشه في المستوى النفسي في المستوى خاصه تلقي الطفل مازال ما متعودش انه يشد ستيلو حتى شده ستيلو تلقاها غالطه حتى السطر نتاع الكراسه تلقاه مش فاهمه مازال ما يعرفش يتبعه مسكين ونعملوا في التقييم الجزائي ونعطيه عدد ونخوفه من امتحان ونحطه في جو امتحان وبعد نقول انا شبيني ما عطانيش النتيجه اللي انا نحب عليها تلقاه ضغط لهنا بين المعلم نتاعو وهنا ضغط بين الولي وهو يعصروا فيه منه ومن هنا. الطفل في هذه السنه المبكره هو بين سندان المدرسه وبين مطرقة الولي وخاصة الولي لابد الوعي الأول لابد أن يكون عند الولي في كلمة أخيرة الولي كمال. هو المسؤول الأول بالضبط. عن هذا اللي قاعدين نوصلوا راهو وش في فلان خذ خير منه وش في فلان خذ والمقارنات اللي هي بالحق والمقارنات هذه راهي قادرة تحطم نفسية أي كان لأنه هو وقتها ما عادش هاسو أنه يتكون ويولي هاسو أنه كيفاش ينجح ولاحظي ولت عندنا ما يسمى بميموار كور تيرم التلامذه ولت تحفظ وتنسى تعمل الامتحان وبعد الامتحان بعد ما عز الامتحان علي كان يحفظ ما يذكرش هو مش حتى الامتحان حتى كي يقرا في الدرس ويروح وتقول له شقريت يقول لك نسيت يعني باش تفهم اللي الضغط لانه التلميذ ولا يتعامل مع المساله مساله تجاريه يعني الدرس هذايا انجزته باش ننجز به امتحان انتهى الامتحان انتهى الدرس من ذاكرته
مع الأسف معناتها يتم التعامل مع التعليم بالطريقة هذه. هذاك علاش ديما ندعيو اليوم إلى أنه يجب بالحق وأصبحت ضرورة ملحة هي إصلاح المنظومة التربوية، وكما قلت وذكرت يلزمنا نبداوها من أول السنوات الأولى حتى للسنوات الأخرى باش نحيو كما قلت أنت كل ما يشوبها من انقطاع مبكر عن الدراسة، من صعوبات ومن تدهور المنظومة التربوية في تونس. شكرا لك سي كمال، شكرا على تدخلك معنا، وشكرا على الاستضافة. يعيشك وعلى رحابة صدرك زيادة. إلى اللقاء. يعيشك. مستمعينا احنا زيادة مازلنا مواصلين في حكاية الناس حتى الماضي ثلاثة، انتم زيادة تنجموا تتصلوا بنا وتحكيونا على تجاربكم مع صغيراتكم في السنة الأولى. أكيد حد في العائلة عندكم شكون في السنة الأولى عاش التجربة متاع الامتحان متاع الأعداد، كيفاش تعاملتوا معهم، كيفاش كان تشجيعكم ليهم، كيفاش زيادة حفزتوهم وإلا فهمتوهم مش معناتها امتحان. وقعدوا معنا نرجعوا لكم بعد الأخبار.